السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متتبعي العزيز ديالنا، أجبنا عليكم المليح كيف العادة البلجيكي اللي عزيز على الجميع. كنتمنى الناس يديروا اشتراك، وكنشكر الناس اللي ديجا مشتركين معنا واللي كيديروا جيم قبل ما يبان الفيديو. لكم منا امتنان والشكر. نبدأ على بركة الله. تسلا بعد متواجدة بألفقي بن صالح، اللي بغاها يتواصل مع مولاها الرقم ديالو هو 06 22 11 73 97. كما كتشوفو هنا البلجيكي هاتما تبارك الله، يعني هاد البلجيكي ديال 220 كيلو التقدير ديالي. الناس اللي دي باغا تسرح تال الربيع او تسمنو من بعد، يعني هاد السلعة ديال السرحة دابا مازال خصها شوية تسرح عاد تسمن ان شاء الله. لكن شوفو تبارك الله الفصالة الظهر كلشي كاين. كاينين 4 بلاجكا وكاين طالياني الاسود كما كتشوفو راه، ها هو هذا هو هذا الاسود هو الايطالي، وكاين ليموزين هو هذا البني. بالنسبه لهذا البني بالنسبه للبلجيكيين بربعه، الثمن ديالهم هو 10700 درهم. 10700 درهم يعني 214000 ريال. وبالنسبه لهذا ليموزين والطلياني الثمن ديالهم 170000، يعني 8500 درهم. ها انتم هذا الطلياني كتسمى ب 8500 وليموزين ب 8500، كتسمى هادو بجوج 8500 لواحد. وبالنسبة للبلجيكي 10700 لواحد، كاينين 4. هانتوما شوفو تبارك الله الخيرات، يعني كيجيبو لكم غير السوق. ها الطلياني ها ليموزين حداه مزيان فصل، يعني الناس اللي عندهم الرعية يصلح لهم هاد البلان ان شاء الله وما يكون غير خير. وكي العادة كنشكروكم على التتبع ديالكم، كنشكرو الجالية المغربية اللي كتبعنا وكتواصل معنا. واللي عنده شي سلعة هو مرحبا به يتواصل معنا، يكفي انه يتواصل معنا في الرقم ديالنا ويصيفط فيديو ويعطيني التفاصيل باش كنحط له الفيديو، حيت هاد القناة كنديروا فيها سوق للجميع. والله يسخر الجميع يا ربي. هانتوما تبارك الله البلجيكي راه السوق، البلجيكي المطلوب عند الجزارة عند الكسابة عند البياعة الشراية، هو الطلياني والليموزين معروفين، هادو هما راه السوق. اللي بغاهم يتواصل مع مولاهم وما يكون غير خير ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا السلعه، يعني هي كتاكل ما فيها حتى مشكل. يلا تبارك الله عليكم، الى حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.